السلام عليكم. لم تكن عدن وسكانها يدركون أن الطفل الذي قدم مع أبيه بعد وفاة أمه من مودية أبين إلى شيخ عثمان شارع بورسعيد تحديداً سيصبح أحد رموز اليمن وعدن وأبطال كفاحها المجيد في مقاومة الانقلاب والاجتياح. الشهيد علي ناصر هادي بطل معركة التحرير وقائد المنطقة العسكرية الرابعة، الجنرال السبعيني الذي حمل بندقية الكفاح في اللحظات الأخيرة من عمره ليختم مشواره العسكري بالشرف الكبير، شهيد يدافع عن مشروع استعادة الدولة اليمنية الحديثة. تقول السيرة الذاتية للشهيد البطل إنه رفيق درب سالم قطن بطل معركة مكافحة الإرهاب، ختم قطن مشواره الوطني في مواجهة إرهاب القاعدة، وختم الشهيد علي ناصر هادي مشواره الوطني في مواجهة إرهاب الانقلاب. تحل علينا الذكرى الثانية لاستشهاد علي ناصر هادي قائد المنطقة الرابعة سابقاً وأحد أبطال المقاومة الشعبية في عدن الباسلة في هذه اللحظات المهمة والحيوية التي تعيشها بلادنا بشكل عام وعدن بشكل خاص. المساء اليمني يحيي الذكرى الثانية لاستشهاده ويسلط الضوء على سيرة الرجل المتقاعد الذي استجاب لنداء الواجب في محاولة مستمرة منا لتخليد مسيرة قادة النضال الوطني ضد الانقلاب. نبدأ نقاش مشاهدينا بعد متابعة هذا التقرير. بإذن الله تنصر يا نصر يا موز. بهذه الكلمات لخص هذا المحارب الكهل عنوان معركة الخلاص التي شهدتها عدن إبان اجتياح الحوثي وصالح. إنه اللواء الركن علي ناصر هادي قائد المنطقة العسكرية الرابعة الذي تصادف الذكرى الثانية لاستشهاده. كانت المعركة غير متكافئة، لكن المدينة التي دفعت هذا الرجل السبعيني للخروج بسلاحه قائدا لمعركة التحرير ألهمته القوة فمضى صوب معركته، وكان أحد الخيارات الصعبة حين قرر الرجل أن يخوض معركة التحرير هو ورفاقه على الرغم من ضعف الإمداد العسكري وشح الإمكانات. قاتل ببسالة وخاض معركة استعادة الدولة ومواجهة الانقلاب. كانت المواجهات في محيط مديرية التواهي، وكان قناصة ميليشيا الحوثي يتمركزون في المرتفعات وأسطح المباني. سقط اللواء علي ناصر هادي شهيدا في 6 مايو 2015 على مدخل التواهي بعدن. علي ناصر هادي المدون في سجلات التاريخ اليمني الحديث، الرجل القادم من أسرة فلاحية في مودية بأبين وأحيل للتقاعد مطلع 2007 حين استدعي للوقوف في وجه الاجتياح الذي خلف جروحا بالغة في عدن. واحد من القادة العسكريين الذين ضحوا في معركة استعادة الشرعية ودفع حياته ثمنا لها. ذهب الشهيد على أكتاف أبناء هذه المدينة الجريحة وهم الذين دفعوا به إلى الواجهة مجددا كقائد وودعوه كقائد وخلده تاريخ اليمن وتاريخ هذه المدينة كأحد أعلام الكفاح اليمني الحديث. مجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفي الذي انضم إلينا عبر السكايب من عدن العسكري المتقاعد العقيد عبد الحميد الكوبي. أهلا بك سيادة العقيد معنا. إذن إلى أن ينضم لنا العقيد عبد الحميد الكوبي، نذكر مشاهدينا الكرام بأن الشهيد اللواء علي ناصر هادي هو استشهد أثناء معركة تحرير عدن تحديدا في مديرية التواهي في 6/5/2015، وقد كان تم تكليفه من قبل 12 عقيد جاءوا إلى منزله بحسب ما تناولته مصادر المعلومات آنذاك. من قبلهم تم تكليفه ويعني تزكيته كقائد للمنطقة العسكرية الرابعة، ثم تم تكليفه من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي بقرار جمهوري آنذاك. إذا مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا الآن العسكري المتقاعد العقيد عبد الحميد الكوبي معنا عبر سكايب من عدن. أهلا بك سيادة العقيد عبد الحميد. اهلا بك حبيبي، ليس متقاعد، لا زلت فوق العمل. حياكم الله. اذا سياده العقيد، وانت ركن التوجيه المعنوي بلواء الدعم والاسناد، اهلا بك، الخطا من عندي انا اسف. اذا حدثنا سياده العقيد عن ما الذي تعرفه عن الشهيد علي ناصر هادي. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشهيد البطل اللواء علي ناصر هادي من أبطال الجنوب الذي أتوا حسب ما قال التقرير السابق من المناطق الريفية
وتربى وترعرع داخل محافظة عدن، وهو من الأبطال الذين بذلوا الجهود الكبيرة في لملمة الكثير من الجروح وإعادة سياق الحالة الثورية والحالة المعنوية إلى صوابها في عدد من المرات. ولكن للأسف الشديد إن هناك قيادات كانت متواجدة في خلف المنظار الرئيسي، والذي كانت تلعب بالأخ البطل لعب البعد عن هذه الأجهزة الرئيسية داخل هذا البلد الحبيب. هو من أشرف الأبطال الذين عرفناهم وتربينا على أيديهم، وهو رجل صادق وأمين، وكان دائما يعطينا احنا حلاوة الكلام من فمه الطيب، ورجل رائع بمعنى الكلمة، ودائما عند نتذكره تطلع عندنا أرواح المعنوية وأرواح الشجاعة أن نسير على دربهم كما ساروا، وبإذن الله نكون صادقين كما كانوا هم صادقين. طيب سيادة العقيد، كيف كان يعني اللحظات التي يعني تقدم بها اللواء علي ناصر هادي إلى المعركة، معركة تحرير عدن ومواجهة الإنقلابيين في ذلك الوقت، كيف كانت هذه اللحظات؟ كيف تصدر المشهد؟ والله كانت لحظات رائعة جدا، وهو من الناس القياديين الذي خرجوا من بيوتهم، خرجوا لغرض أن يعرفوا حقيقة الوضع، وأيضا يدوروا المعارك من موقع إلى موقع آخر. هذا الرجل رجل يعني ذو حنكة قوية وجبارة، إنسان متدرب يعني طبعا من السبعينات، وفاهم الحياة أولا العادية إضافة إلى الحياة العسكرية بشكلها الحقيقي، وخرج من منطقة المنصورة إلى مناطق أخرى متدرجا مع بعض من الزملاء الذي كانوا بيحرسوه والذي كانوا بيتابعوا أعماله، حتى انتقل إلى محافظة عدن وشارك زملائه في القتال، ومن ثم تحرك إلى منطقة التواهي اللي كان فيها حدة القتال وقوة القتال داخل منطقة التواهي، لأنها منطقة أولا ضيقة وتقع على بابين فقط، باب من اتجاه الخط البحري وباب اللي هو من النفق، أما الباقي الاتجاهات كلها جبال، والاتجاه الآخر اللي هو بحر العرب أي بحر التواهي نعم. إذن يعني الشهيد اختار هذه المنطقة التي سيواجه فيها الإنقلابيين، أم أن الظروف حينها يعني جعلت هذه المنطقة هي التي يتواجد فيها في ذلك الوقت؟ لا والله هو خطط لها تماما، خطط لها لأنه عارف أنها هذه قيادة، منطقة قيادة يتبع خلالها كل الاتجاهات، وذهب إلى هذه المنطقة فعلا لغرض أن يقود من في يعني يقود فيها المعركة التي كانت تدور في المناطق الأخرى. وهو يفكر إنه على أساس إنه إذا سقطت منطقة التواهي وكان هناك هو متواجد، كان قادر مقدرة قوية أن يدير بقية الأعمال القتالية في أي اتجاهات، إن كانت من اتجاه صلاح الدين أو من اتجاه لحج أو من اتجاه اللي هو العلم، لأنه قائد عارف الاتجاهات بشكل مضبوط ودقيق. نعم. طيب في ذلك الوقت كيف تسلم مهامه؟ هل كان هناك نوع من يعني الحاجة التي كانت موجودة بهذا الوضع الخطير الذي كانت في تعيشه عدن في ذلك الوقت هي التي دفعت به إلى تصدر المشهد؟ ما الذي حركه لذلك؟ صحيح، هناك كانت قيادة عسكرية، كانت قيادة عسكرية موجودة، لكن مش بنفس الحنكة ونفس الاستراتيجية التي يتمتع فيها القائد البطل الشهيد علي ناصر، إنما هناك كانت توجد قيادات، وقيادات تحت اسم المقاومة لم تظهر نفسها لخطورة الموقف، ولهذا الشهيد البطل تصدر هذا بكل شجاعة وأظهر نفسه للناس حتى يقول إنني أنا القائد الاستراتيجي، أنا القائد القادر أن أقود المعركة ببزتي العسكرية ورتبتي العسكرية، وأضيف إلى ذلك
أن أكون إنسان عسكري أقود وأدير المعارك في كل الاتجاهات الذي يفكر فيها استراتيجيا، حيث ما قلت قبل شوية أنه كان مخطط وعارف أنه من ثلاثة الاتجاهات اللي هو يعني منطقة العلم من خط أبيان لاحق، واللي هو منطقة صلاح الدين عمران. نعم، طيب دعنا نشرك معنا في حوارنا في هذا اليوم سيادة العقيد، العقيد طيار ناصر السعدي وهو مساعد قائد المنطقة العسكرية الرابعة سابقا، أهلا بك سيادة العقيد. أهلا وسهلا بكم سيادة العقيد. أنت كنت في لحظات، أهلا بك، أنت كنت في لحظات عصيبة مساعد للواء علي ناصر هادي، أليس كذلك؟ نعم، أنا كنت في الفترة هذه حتى استشهاد القائد البطل اللواء علي ناصر هادي، حتى لحظة استشهاده في منطقة حجيف، وأصبت بخمس طلقات نارية في جسمي كانت متفرغة، ولكن الحمد لله أنا سلمت، وهنيئا للقائد هذه الشهادة. القائد علي ناصر طبعا هادي رحمه الله ومن القيادات القوية والقيادات التي كانت لها قوة في التفكير وفي القيادة. هذا الرجل مهما وصفناه مهما أعطيناه لا يمكن نعطيه حقه أبدا. قتل الشهيد أو استشهد الشهيد علي ناصر هادي وهو في مقدمة الصفوف، هكذا عودنا، كان في كل الجبهات دائما يتصدر المقدمة، سواء كان في حجيف أو في القلوعة أو في البريقة أو في المنصورة، خور مكسر في الاتجاهات هذه كان يزور كل الجهات، رحم الله الشهيد. طيب سيادة العقيد، الآن عندما نحن حاولنا أن يعني نعطي مادة لهذه الحلقة كانت هناك نوع من الفراغ، أو ليست هناك مادة وثائقية كافية عن حياة الشهيد وعن لحظات استشهاده الأخيرة، حدثنا أكثر أنت عن هذه اللحظات. طبعا بالإمكانيات البسيطة التي كانت موجودة مع هذا القائد، التف كل الشباب الموجودين في عدن، شباب مستبسل مقاتل، صد قوة عسكرية كانت مرتبة، الحوث عفاشية، والذي كانت تمتلك السلاح اللي لا يقارن، لا ما عندناش نفس الأسلحة اللي كانت موجودة عندهم، وبهذا الصمود وبهذا التصدي، وبحكم القائد كان يتقدم الجبهات، أعطى حافز معنوي للشباب الموجودين ولشحة الإمكانيات اللي كانت موجودة، لكن صمد صمود أسطوري، وما كان حتى كانت الأعداء يفكروا إن عدن إنها ممكن تسقط بكل سهولة، لكن هذا الرجل أعطى قوة لهذا الناس بإمكانيتها البسيطة اللي كانت موجودة، والحمد لله انتصرت عدن على هذا الانقلابيين الذي كانوا لهم مخططات أخرى يحملوها للأعداء. أنا بقول لك إن الشهيد البطل هو استشهد في تاريخ 6/5 في منطقة حجيف، أنا كنت إلى جانب الشهيد، حتى أنه واجهنا من الأمام قوات قد تسللت من الأعداء الوطن، واستبسلنا وقاتلناهم قتال إلى أن في مقدمة الصفوف ونال الشهادة. طبعا نعم سيد العقيد. طيب سيد العقيد، عندما يعني بكل تأكيد ربما استعادة الذاكرة إلى تلك الأيام هي عصيبة، خاصة مع سيادة العقيد، هل أنت معنا؟ إذا فقدنا الاتصال. أنت معنا سيادة العقيد؟ سيادة العقيد ناصر، إذا انقطع الاتصال مع سيادة العقيد ناصر السعدي، على كل حال سنحاول إعادة التواصل معه، شكرا على تواجده معنا. على كل حال أعود إلى العقيد عبد الحكيم الكوبي، ركن التوجيه المعنوي بلواء الدعم والإسناد. عندما رأى سيادة العقيد الشباب
تصدر الشهيد للمشهد وحماسته هذا في ذلك الوقت لحماية المال والعرض والوطن عندما كان كما يتحدث في الكثير من اللقطات، إلى أي مدى شكل ذلك حافزاً لبناء المقاومة وتوحيد الصفوف في مواجهة الميليشيات الانقلابية؟ في بداية كلامي أولاً الحمد لله على سيادة العقيد ناصر السعدي، وأنا سعيد جداً عندما سمعت صوته في هذه اللحظة، ويسعدني أكثر عندما أشوفه أمامي كقائد يحكي لنا عن تاريخ الشهيد البطل علي ناصر. طبعاً علي ناصر عندما كان مع الشباب كان يحكي لهم حكايات طيبة وقوية وعطات ردة فعل قوي أن يكون الشباب دائماً إلى جانب هذا البطل وفي كل مواقع محافظة عدن. بالذات كانت القوة الأساسية والرأس الأساسي كان موجود طبعاً في التواهي الذي هو بوجود الشهيد البطل علي ناصر هادي، ومن ثم توزعت هذه المقاومة وتكاثرت يوماً عن يوم والله بالسلاح العادي بالآلي، لا توجد لدينا إلا هذه الإمكانيات البسيطة، ولكن صوته وأفعاله وطريقة تعامله مع الأبطال المقاومين داخل التواهي هي التي افتتحت كل الجبهات، وكل الناس الأبطال الشرفاء من أبناء محافظة عدن خرجوا من بيوتهم بنداء من الأخ البطل الشهيد اللواء ناصر هادي رحمه الله شهيدنا القوي العظيم. إذن المجد والخلود لكل الشهداء وبالتأكيد للشهيد لواء علي ناصر هادي. يعود لنا من جديد العقيد ناصر السعدي. سيادة العقيد أهلا بك مجددا. سيادة العقيد إذن الآن هذه اللحظات أن تقدم الآن شهادة تاريخية للحظات صعبة جدا، من هي الشخصيات التي كان يتواصل معها اللواء علي ناصر هادي في تلك اللحظات؟ كيف كان دعمهم؟ كيف كان تعاملهم مع تلك اللحظات العصيبة؟ في نفس الوقت ولا في الأيام؟ يعني خلال معركة التحرير بشكل عام. أثناء معركة التحرير طبعاً كان في هناك اتصالات موجودة مع قيادات موجودة في الوقت نفسه، ولكن أنا أقول لك بكل صدق بكل في اتصالات كانت موجودة يتواصل معها القائد، وكان له علاقات قوية موجودة مع الضباط الموجودين هنا، وكان له علاقات أيضا بهذا الشباب الذي أحبوه وسموه أعطوه صفة اللي هو القائد وأعطوه كل شيء. طبعا عدن لو تلاحظ اللحظات هذه اللي كانت عصيبة جدا في الشباب الموجودين، شباب عدن كيف قاوموا باسترسال وكان الضحايا والقتل فينا، ولكن الصمود اللي كان موجود هو صمود أسطوري للأمانة. ايش اقول انا على هذا الشخص؟ انا طبعا ما شفتش انا زي هذا الرجل هذا بامكانياته الصحيحه، بالامكانيات اللي كانت لم تصل الا ان الجبهات اللي كانت موجوده وبالذات هذه الجبهه جبهه حجيف جبهه التواهي كانت من اصعب المعارك، واسترسال كان قوي جدا من الشباب اللي كانوا يتقدمون القائد وهو في الأمام، كلما تقدم واحد منهم يقول له أرجع لهنا وأنا أستديك، أنا إنسان كبير في السن، وهم كانوا يتمنون أنهم يكونوا في مقدمة القائد. المهم هذا الرجل لا يوصف أبدا إلى أن سقط وأنا إلى جانبه وهو في المقدمة، وأنا أصبت برضه بخمس طلقات في الأيد اليمين وفي الأيد اليسار وثنتين في الظهر واحدة في رأسي، إلى الآن الشظايا لا زالت موجودة معي والرباط. كل تأكيد نتمنى لكم السلامة، لكن هذا مهما تكلمنا عنه لا نوفيه هذا أبدا. نعم. طيب يعني في هذه اللحظات ما هي الكلمات التي تود قولها بهذه الذكرى وبهذه اللحظات الصعبة التي تعيشها البلاد وتعيشها عدن أيضا؟ أقول
نتمنى من كل أبناء اليمن من كل أبناء البلاد طبعا اليمن، ولا إذا قلنا عدن أو إذا قلنا المهم بشكل عام، نتمنى أن يتمسكوا وتكون كلمتهم واحدة، لا يروحون كذا يوصلون بلادنا. نحن نريد البلاد تخرج إلى بر الأمان، هذا ما 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 أريد أن أقوله، بأن البلاد تروح إلى بر الأمان تخرج بهذه النضالات، نضالات شعب طويلة. ونتمنى بأن تتحرر كل الوطن يتحرر، وعدن الذي ذاقت المر برضه أنا أشعر أنه يجب أن يعطي حق عدن والجنوب، لأن المناطق الجنوبية صراحة عانت معاناة من عام 1990 وهي تعاني الأمرين، ولهذا نرجو أن تكون هناك عدالة وأن يعطوا شعب الجنوب ما يرتضيه. وشكرا جزيلا شعب الجنوب، لأن هذه أرادة الشعب، ما أراد الشعب حتى أن المنطقة تستقر وتهدأ بعيد عن الصراعات هذه اللي تحصل في البلاد. نحن نشوف الطريق الأنسب لأن ننهي هذه الصراعات في المنطقة ونعيش في أمان وفي سلام وفي وعام. نعم، إذا أشكرك مساعد قائد المنطقة العسكرية الرابعة، سابقا كنت معنا عبر الهاتف من عدن العقيد طيار ناصر السعدي، وبكل تأكيد نتمنى لكم السلامة من كل الجراح التي لا زلتم تعانون منها، وكذلك السلامة لهذا الوطن الذي تتوالى عليه الجراح. أعود إذا مشاهدينا الكرام إلى ضيف العقيد عبد الحكيم الكوبي. سيادة العقيد، سمعنا لحظات كانت مفصلية في تاريخ المعركة في عدن. عموما العقيد أو اللواء علي ناصر هادي، هل يعني قبل هذه المعركة هل هو كان ممن تم استبعادهم من السلك العسكري وانقطع لفترة طويلة عن هذا السلك حتى جاءت هذه المعركة ليتصدر المشهد؟ صحيح، أعقب تعقيب مع زميلي وحبيبي ناصر السعدي على من كان الذي يتصل ويتعلق بالاتصالات المباشرة معهم إذا سمحت لي. بالنسبة للاتصالات، بحكم وجودي أنا داخل منطقة البريقة، منطقة صلاح الدين، والذي كانت تشتعل فيها يعني برضو معركة في عمران، كانت الاتصالات والتوجيهات تأتي من الأخ البطل الشهيد علي ناصر هادي إلى الأخوة اللي كانوا متواجدين داخل. سيد العقيد، إذا انقطع الاتصال مع سيد العقيد عبد الحكيم الكوبي إلى حين. إذا نذهب مشاهدينا الكرام إلى فاصل القصير ثم نعود بعده لاستئناف النقاش، تفضلوا بالبقاء. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أعود إلى ضيف العقيد عبد الحكيم الكوبي. سيد العقيد، كنت تتحدث عن من كان يتواصل معهم اللواء علي ناصر هادي في تلك اللحظات، تفضل. صحيح، أقول لك بحكم كان تواجدنا داخل مديرية البريقة منطقة صلاح الدين وعمران، لكون هناك برضو منطقة مشتعلة، كنا نلتقي أو نلقي التوجيهات من قبل الأخ البطل الشهيد علي ناصر هادي، وكانت التوجيهات استمروا أبقوا
واصلوا، ستأتيكم زي هذه الأمور، ومع القيادات الطيبة الذي عملت ليلا ونهارا، ومن ضمنهم الشهيد البطل جعفر والأخ الأستاذ وزير الشباب والرياضة نايف البكري، وكمان كان اللواء سيف، نعم، والأخ برضه البطل الشهيد أحمد سيف المحرمي، كانوا متواجدين واتصالات، نعم، مستمرة. نعم سيد عاقي، طيب بمناسبة ذكرك للأستاذ نايف البكري، سينضم يعني هو الآن معنا، ينضم إلينا وزير الشباب والرياضة ورفيق الفقيد في معركة تحرير عدن، ينضم لنا عبر الهاتف من الرياض. أهلا بك أستاذ معالي الوزير، حياكم الله ومساكم الله بالخير على قناة بلقيس، وعليكم وعلى الأخ الضيف العزيز والحبيب والمقاوم الذي جمعنا وإياه في جبهات القتال في محافظة عدن، الذي تمر اليوم الذكرى الثانية لاستشهاد اللواء علي ناصر هادي. حياك الله معالي الوزير. إذن هي كانت لحظات صعبة بكل تأكيد، حدثنا عن لحظات التنسيق الأولى في معركة التحرير في مقاومة ميليشيات الانقلاب. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، عندما نتحدث عن هامة وطنية وشخصية كبيرة وشخصية عسكرية بحجم اللواء القائد علي ناصر هادي، إنما نتحدث اليوم عن الوطن، نتحدث عن هذا الرجل البسيط، هذا الرجل المجتهد، هذا الرجل العسكري الذي كان من أول من بادروا في تنظيم المقاومة في مدينة عدن، من أول من أوكلت إليهم مهمة المنطقة العسكرية الرابعة بتوجيهات من فخامة الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي لترتيب المقاومة في مدينة عدن، والذي كنا على تواصل منذ الأيام الأولى لترتيب المقاومة في هذه المدينة الباسلة، والذي كان القائد الشهيد اللواء علي ناصر هادي الذي تمر علينا الذكرى الثانية اليوم، ونحن نستلهم كثير من الذكريات وكثير من العطاءات لهذا الرجل الكبير، وكثير من المناقب لعلي ناصر هادي أبو طارق كان في بداية هذا العمل في ترتيب أوضاع المقاومة في مدينة عدن، كان اللواء القائد علي ناصر هادي في مدينة التواهي مثل ما تحدث ضيفكم الكريم، وكنا على تواصل، وكان هناك قيام المجلس العسكري ومجلس قيادة المقاومة، وكان هناك ترتيب لأوضاع المقاومة، وكان هناك تواصل كبير بحكم أن هذه المديريات كانت قد انقطعت وكانت مشلولة عن المديريات الأخرى، مديريات الشيخ عثمان والبريقة والمنصورة وصلاح الدين والبريقة، التي كانت البريقة تعتبر هي المركز لكل قيادات المقاومة الأمنية والعسكرية والشبابية، والتي كانت هناك اجتماعات مستمرة، كان لا نستطيع أن ندخل سواء كان خور مكسر أو المعلة أو التواهي أو كريتر إلا عبر البحر فقط، لم يتبقى إلا مدينة التواهي، والتي كان القائد البطل علي ناصر هادي مع مجموعة من طلائع المقاومة ومن العسكريين أنذاك، وكان بمعية الأخ العزيز مدير أمن محافظة عدن الأخ اللواء محمد مساعد الأمير، وقيادات من المقاومة وقيادات أيضا عسكرية، تم الترتيب في مدينة التواهي وتم التواصل، وكانت هناك إنزالات بداية القيس من قبل التحالف، يعني كان هناك دعم عبر أسلحة بسيطة قد وصلت لأخ القائد الشهيد علي ناصر هادي عبر الإنزال المظلي الجوي من إخواننا في دولة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ثم في البدايات الأولى تم ترتيب وتدريب مجاميع شبابية في كل مناطق مدينة عدن عبر هذه الأسلحة، وعبر أيضا قيادات عسكرية كبيرة كانت متواجدة منذ اللحظة الأولى، هناك شخصيات ليس عن المقام في ذكرها، لكن كان الأخ اللواء علي ناصر هادي منذ اليوم الأول منذ دخول هذه الميليشيات العفاشية الحوثية إلى مدينة عدن، كان من أول من رتب المقاومة، كان أول من حمل على عاتقه لواء الدفاع عن الأرض وعن الدين وعن العرض وضد هذه الميليشيات الانقلابية، كان اللواء علي ناصر هادي يمثل الترجمة الحقيقية لكل تطلعات أبناء هذه المحافظة في الدفاع عن مدينتهم في صد هذا العدوان الهمجي، في صد هذا المشروع الانقلابي المتمثل في جماعات الحوثي وجماعات ميليشيات علي عبد الله الصالح. نعم فكان الوزير. علي ناصر هذه هو الأب الروحي لكل أبناء المقاومة. على الصعيد الشخصي، ما الذي يعني الشهيد كان شخصية استثنائية ربما، ما هي أهم الصفات التي لفتتكم فيه؟
طبعا كنا في مديرية المنصورة وكنا في البريقة مكان عملنا، وكنا أول اتصال تلقيته من اللواء علي ناصر هادي كان المباركة بتأسيس مجلس المقاومة، وكان هذا الرجل البسيط الذي أول ما زارنا كان عبر قارب بسيط من مدينة التواهي خاصبة يعني إلى المنطقة الأخرى في كالتكس، برغم أن هذه القوات وهذه الميليشيات كانت تتواجد في ميناء المعلى، وكان أعين هذه الميليشيات على كل زورق وعلى كل من يأتي سواء كان من البريقة أو كان من كالتكس إلى التواهي، ولكن كان علي ناصر هادي هذا الرجل البسيط، هذا الرجل المتواضع، هذا الرجل الصادق الذي صدق الله فصدقه. أنا كنت في أيام ربما قليلة جلست مع اللواء علي ناصر هادي برغم طبيعة المعركة، كنت أنا وقيادات عسكرية اللواء أحمد سيف وقيادات عسكرية أخرى في البريقة، ولكن أيضا لا ننسى دور القائد الشهيد من بعد القائد البطل يعني سيف الضالعي. فكان علي ناصر هادي عندما أتى لنا عبر البحر بزورق بسيط لترتيب أوضاع المقاومة وأيضا للتفاهم حول ترتيبات عسكرية قادمة لشباب المقاومة وأيضا للعمل الخدماتي في محافظة عدن. ثم انتقلت أنا والأخ اللواء علي ناصر هادي، لازم أتذكر هذا الرجل المتواضع البسيط، في أول أيام دخلنا إلى مديرية التواهي عبر زورق بمعية الأخ محمد مساعد، زرنا باصهيب وزرنا تلفزيون عدن، لازم أتذكر هذه اللحظات والصور موجودة أيضا في أرشيف قناة عدن. كان علي ناصر هادي هذا الرجل الفقير إلى الله لكن الغني بطباعه وبرجولته، والله عندما دخلنا باصهيب وكان كثير من الجرحى يتمنون أيضا بعض المساعدات، كان يخرج 100 ريال و200 ويقول لهم هذه من عمكم علي، لا توجد سواها في جيبي، كانت هذه وهي موجودة ومحفورة في ذاك الكثير من الجرحى. كان علي ناصر هادي صادقا الوعد. ثم انتقلنا إلى التلفزيون وشد على كل الطاقم، ثم إلى القلوعة وهناك كانت تجري المواجهات. وفي الأيام الأخيرة قبل استشهاد علي ناصر هادي التقينا في مدينة الشعب في اجتماع موسع ضم الأخ محمد مارب وقيادات عسكرية وأمنية وإدارية في تلك اللحظة لترتيب العمل المتبقي في المرحلة الثانية من العمل العسكري. لا زلنا نتذكر هذا القائد المتواضع البسيط، لكن أقولها شهادة لله سبحانه وتعالى، ولا زالت كلماته التي في آذان كل مقاومي هذه المدينة الباسلة، والذي قال في آخر أيام حياته قال والله لن يبقوا هؤلاء ولن نقبل مثل هذا المشروع إلا متى ما كنا يعني جثة هامدة نلقى الله سبحانه وتعالى ونحن نقاوم. صدق الله فصدقه، يوم أن استشهد قبلها بساعات كنا على تواصل، فقال هذه المجاميع قد دخلت يعني في حجيف، ولكن والله لن أبرح ولن أخرج من التواهي إلا أن أصد هذه القوة أو ألقى الله سبحانه وتعالى. طيب معالي الوزير، الآن هذا التاريخ الذي تسرده لنا الآن وهذه اللحظات الاستثنائية ربما الكثير من الناس لا يعلمها، كيف يمكن إيصالها بشكل أكبر لهم؟ كيف يمكن تخليد الشهداء وتخليد هذه القضايا التي يعني تمثل ذاكرة لليمني الآن؟ طبعا هذه الذاكرة وهذا التاريخ الذي لا يمكن أن ننساه، نحن إن شاء الله تم تكليف بعض الأخوة متابعة كل الأحداث وأيضا تسكيلها وتقييدها وأيضا كل هذه الرموز التي تمثل لنا أيضا رموز وطنية كبيرة وهامات، بفضل الله بعد الله سبحانه وتعالى تم الانتصار على هذه الميليشيات، تم تحرير هذه المحافظات عدن والأحد الضالع، تم تحرير أبين أيضا بفضل صمود هؤلاء الشباب، فضل اللحظات الأولى. لابد أيضا أن نستلهم أن لابد أن يكون هناك أيضا توثيق كامل لحياة وعطاء مثل هذه القيادات التي برزت والتي صمدت والتي أنحازت للوطن، كانت يعني مع الشباب ويتذكرون أن كان علي ناصر هادي في الصفوف الأولى في الجبهات الأولى مع الشباب. والله بعض الشباب الذي كانوا يتكلمون عن علي ناصر هادي كانت أيام تمر، وأنا زرتهم في المنطقة العسكرية الرابعة في حينها في التواهي، الأكل البسيط والمتواضع الذي لا يمكن أن أذكره الآن في هذه يعني في هذه الساعات، الذي لا يمثل شيء بالنسبة لمقاوم أو لمقاتل أو عسكري يقاوم هذه الميليشيات وهذه الجماعات. نحن
علينا واجب كبير ومسؤولية تاريخية، سواء كنا قيادات اليوم مسؤولة في الدولة أو كان قيادات المقاومة أو كان أبناء هذا الوطن، أن نسجل وأن نرصد وأن نسجل للتاريخ عبقرية هؤلاء الذين صمدوا والذين وقفوا في أيام أحتاج لهم اليمن من شماله إلى جنوبه في كل المحافظات. هؤلاء الرجال الذين انحنوا وكانوا قيادات باسلة مناضلة، لا نستطيع إلا اليوم أن نقدم هذه التحية بهذه المناسبة الثانية لاستشهاد البطل اللواء علي ناصر هادي، مثل ما ننحني إجلالا وتكبيرا للشهيد القائد جعفر محمد سعد والشهيد القائد أحمد سيف وعبد الرب الشدادي والقشيبي وكل رجالات اليمن الذين كانوا ولا زالوا اليوم متواجدين في كثير من الجبهات، الذين انحازوا على مشروع اليمن، هذا المشروع الذي لا يمكن أن يقبل أو أن يساوم بأن يأتي مشروع دخيل على عقيدتنا وعلى أمتنا، هذا المشروع الإيراني المجوسي الفارسي الذي بإذن الله عز وجل كسر وسيكسر في باقية اليمن وفي كل الجبهات. تحية إجلال وإكبار للواء القائد علي ناصر هادي، تحية إجلال وإكبار واعتزاز إلى أمهات الشهداء والجرحى على عموم الوطن، تحية إعزاز وإكبار في الذكرى الثانية لأبناء هذا الشهيد لطارق وسالم وأبناءه وأسرته القالية على قلوبنا جميعا. إذن والشكر لك معالي وزير الشباب والرياضة ورفيق الفقيد علي ناصر هادي في معركة تحرير عدن، شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا اليوم في هذه في الذكرى الثانية لاستشهاد اللواء علي ناصر هادي. أعود إلى العقيد عبد الحكيم الكوبي. سيادة العقيد، إذن سرد لنا معالي الوزير لحظات تاريخية لمعركة تحرير عدن، وكانت بالشراكة مع الشهيد اللواء علي ناصر هادي. الآن بالنسبة للعدنيين وبالنسبة لليمنيين في عدن، كيف هي يعني كيف تمر هذه الذكرى بالنسبة لهم؟ هل هناك محاولة لاستعادة هذه الذكرى نحو تحسين وضع المدينة بشكل أكبر وتعزيز صورة الصورة التي أرادها الشهيد علي ناصر هادي لتكون لعدن ولبقية المدن؟ صحيح، بإذن الله تعالى العدنيين دائما متفائلين، العدنيين دائما أحباء، العدنيين دائما طيبين، العدنيين عندهم أخلاق قوية، العدنيين عندهم أخلاق طيبة، العدنيين بيوتهم مفتوحة من يعني أذكر في الستينات، لم يغلق أي باب أبدا لأي إنسان كان. فالعدنيين عندهم متعة الابتسامة، العدنيين حاجات كثيرة لو واحد يتكلم عليها ما يقدر يجيزها ببرنامج أو في اسمه، ولكن العدنيين فعلا يفرحوا في مثل هذه المناسبات. نعم. وليس فرح من باب الابتسامة ولا فرح من باب اللعب، إنما فرح من باب أنه الانتصارات قادمة وستتحقق انتصارات جديدة، وهم إن شاء الله بإذن الله ينخرطوا في كل المجالات، المجالات العسكرية، المجالات التربوية، وبإذن الله تعالى أنهم بالذات المدرسين العدنيين، وأنوه وأؤكد لهم أنه لازم يدرسوا أبنائنا وأحفادنا كل التاريخ النضالي الذي قاموا فيه، وقاموا فيه أبناء الجنوب بشكل عام، أبناء الجنوب الذي ظلم كثير منذ فترة طويلة جدا، والفترة تتلاها فترة أخرى الذي هي فترة التسعين، فترة الجنرال المهووس علي عبد الله صالح مريض بالكرسي، إن شاء الله نفقد هذا الكرسي ونفقد زبلائه الذي جالسين على الجبال جالسين منتظرين مأواهم الأخير. أبناء عدن مستعدين في أي وقت وفي أي لحظة، وأنا متأكد كل التأكيد لما أنا أعايش أبناء عدن بحسب يعني إني أنا ركن توجيه معنوي وألتقي بهم، ودائما أنزل في النقاط المتواجدة داخل عدن أو في خور مكسر أو في أي اتجاه من الاتجاهات، نجلس مع بعض ونتناصح بيننا البين ونحصل الفائدة في النصايح، ونحن بإذن الله قادمون وسنسير على درب الشهداء الذي سقطوا وهم على قلوبنا وبإذن الله يا أما نلحقهم يا أما نحقق الانتصارات الجديدة بإذن الله تعالى، ويكون جنوب حر صافي نظيف من يد الخونة، إن كان الخونة الداخليين أو الخونة الذين أجوا من خارج البلد مثل الحوثة والمجوسيين ومثل الفارسيين سيادة العقيد إلى آخر من هذا.
طيب سيد العقيد، الآن يعني في ظل هذه الذكرى، هل هناك جهود لي يعني تعزيز فكرة الرموز الوطنية بداخل البلد الآن، وخاصة أن هناك نوع من التوحد في هذه المعركة ضد الانقلابيين، وشهدت هذه المعركة خلال الفترات القادمة اتفاق مع يعني اتفاق في الفكرة مع كل أطياف المجتمع وجميع المواطنين بداخل التراب اليمني؟ أكيد الدليل على ذلك هو ما حصل قبل يومين، المليونية الذي حصلت قبل يومين تؤكد تأكيد قوي جدا إنه أبناء الجنوب هم سواعد واحدة وقادرة أن تنظم حياتها في المستقبل على أيدي قادة موجودين، على أيدي قادة أؤكد لك موجودين وصامتين لا يريدوا أن يظهروا أنفسهم إلا متى ما كان الحق لهم من قبل هذا الشعب الطيب، هذا الشعب الحنون، شعب الجنوب، شعب الجنوب من داخل المهرة إلى آخر رقعة اللي هو باب المندب. نحن شعب حضاري متحفظ على كل شيء ومستعدين أن ندرس في أي جهة إذا بقينا على قيد الحياة، إن كان في الجانب العسكري ونخلد هذولنا الشهداء بالطريقة العسكرية، وإن كان على الجانب المدني فنخلد هذولنا الشهداء بإذن الله تعالى بالجانب المدني، ونحكي لهم قصص عن هذولنا الأبطال كيف كانوا وكيف بدأوا وكيف ذهبوا. إذن أشكرك العقيد عبد الحكيم الكوبي، ركن التوجيه المعنوي بلواء الدعم والإسناد، كنت معنا عبر السكايب من عدن في حلقة اليوم، في هذه الحلقة التي حاولنا مشاهدينا الكرام أن نخلد فيها جزء ونسلط فيها الضوء على مسيرة اللواء علي ناصر هادي واستعادة الذاكرة نحو التضحيات التي قدمها في سبيل تحرير عدن وفي سبيل المعركة الوطنية ضد ميليشيات الانقلاب التي اجتاحت جميع المدن اليمنية تقريبا، وواجه اليمنيون بسببها معركة أو أوضاعا صعبة جدا. في هذه بهذا كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات في ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحياتي أنا وجميع الزملاء في طاقم العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.